بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين صغار الرائعون اهلا بكم من جديد في برنامج التعليم عن بعد لمدارس الهدي المحمدي لماده التربيه الاسلاميه للصف الاول الاساسي ودرس الله الخالق ومعكم معلمتكم المحبه لكم دوما رانيا العمري صغار المبدعون دعونا نتعرف الى اهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من مشاهده هذا الفيديو ان يتعرف على مخلوقات الله يتفكر في عظمه الخالق الذي خلق الانسان في احسن تقويم صغار الابطال تأملوا جميعاً هذه الصورة، ماذا تشاهدون يا أبطالي؟ أحسنتم، نشاهد الأشجار والجبال والحيوانات والورود، ونشاهد أيضاً ولد، أبدعتم يا صغاري، لو سألنا أنفسنا: من خلق كل هذه الأشياء؟ من يا صغاري؟ أحسنتم! انه الله خالق كل هذه الاشياء اذا يا صغاري خالق كل هذه الاشياء هو الله الخالق صغاري ما معنى الله الخالق ابدعتم الخالق هو اسم من اسماء الله الحسنى ويعني ان الله تعالى خالق كل شيء فيجب علينا يا صغاري ان نشكره ونحمده على هذه النعم الكثيره فسبحان الله خالق كل شيء والان صغاري انظروا الى هذه الصور من خلق ابي وامي احسنتم انه الله ومن خلقني يا صغاري احسنتم الله هو الذي خلقني قال تعالى: «هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى». فعندما يا صغيري يتفكر الإنسان في نفسه، يستدل على اسم الله الخالق، فيحب الله متعلقا بجمال أسمائه وصفاته، شاكرا لإنعامه وإحسانه. فسبحان الله الخالق. والآن صغار المبدعون انظروا إلى هذه الصور ماذا تشاهدون؟ أحسنتم نشاهد الورود الجميلة ومن خلق هذه الورود؟ رائعون الله الله هو الخالق خلق هذه الورود مختلفة في ألوانها واختلاف ألوان الورود يا صغاري يجعلنا نشعر بالجمال والسعادة ومن خلق هذه الثمار اللذيذه احسنتم انه الله الخالق فسبحان الله الخالق خالق كل شيء صغاري ماذا تشاهدون في هذه الصور احسنتم حيوانات ومن خلق هذه الحيوانات رائعون يا اول الله هو الخالق الله تعالى يا صغاري خلق الحيوانات لخدمتنا وسعادتنا الله تبارك وتعالى خلق الكون بكل ما فيه فسبحان الله الخالق فكل شيء مهما عظم شانه او صغر حجمه فهو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الله تعالى خلق الكون بكل ما فيه فسبحان الله الخالق. إذا يا صغاري الله خلق الإنسان والطيور، وخلق الحيوانات والأسماك، وخلق الحشرات، وخلق الزروع والأشجار، الله خلق السماء والأرض، وخالق كل شيء، فسبحان الله الخالق. لننظر يا صغاري، الى الاشجار في الصوره رقم واحد هل الله خلق الاشجار كلها بنفس الشكل وتعطي نفس الثمار طبعا لا الله تعالى خلق انواعا عديده لا تعد ولا تحصى من الخضار والفواكه والثمار والله سبحانه وتعالى ايضا خلق الانسان لم يخلقه بنفس الشكل يا صغاري ولم يخلقنا جميعا ذكور ولم يخلقنا جميعا اناث فالله تعالى خلق الذكر والانثى وخلق كل شيء له صفات وله اشكال وكذلك الحيوانات يا صغاري لم يخلق الله سبحانه وتعالى حيوان واحد الله سبحانه وتعالى خلق انواعا عديده من الطيور والزواحف والله ميز كل مخلوق عن الاخر والنباتات كذلك والان صغاري دعونا نعبر معا عن نعم الله علينا انظروا الى الصوره الاولى ماذا تشاهدون يا صغاري احسنتم الكواكب والنجوم الله سبحانه وتعالى خلق القمر والنجوم فالله خلق القمر لماذا يا صغاري ليضيء لنا الليل وخلق لنا الليل لكي نرتاح الانسان بعد شقاء وتعب يوم كامل فهذه نعمه من نعم الله علينا انه خلق الليل والنجوم يا صغاري انظروا يا صغاري الى الصوره الثانيه ماذا تشاهدون يا ابطالي احسنتم البحار والماء فالله تعالى خلق الماء فلولا الماء يا صغاري لما عاش الإنسان، فهذه أكبر نعمة أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى الخالق. انظروا يا صغاري إلى الصورة الثالثة، ماذا تشاهدون؟ أبدعتم، نشاهد جملاً. الله تعالى يا صغاري خلق الجمل، وكما تعرفون يا صغاري، الجمل يعيش في الصحراء. وأعطاه الله ميزات مختلفة عن مخلوقات أخرى، لكي يتأقلم العيش في الصحراء، فسبحان الله الخالق الذي خلق كل شيء. وانظروا يا صغاري إلى الصورة الرابعة، ماذا تشاهدون يا أبطالي؟ أحسنتم. صورة إنسان، الله تعالى خلق الإنسان، لا يوجد شبيه. مثله وخلق الذكر والأنثى وميزه بالعقل فسبحان الله الخالق والآن يا صغاري انتقلوا إلى كتاب الطالب صفحة واحد وثلاثون أكمل العبارة الآتية بما هو مناسب الله تعالى أحسنتم خالق كل شيء أبدعتم يا أول السؤال الثاني أعدِّد أربعة من مخلوقات الله تعالى. أحسنتم، القمر، الحيوانات، الجبال، والبحار، وغيرها من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، فسبحان الله الخالق. والمطلوب منك يا صغيري في هذا النشاط هنا ان تبحث عن صور لبعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والصاقها في هذا المربع. وقم يا صغيري في صفحه 30 بتلوين الرسم الاتي الذي يدل على عظمه الخالق بالوانك الجميله. وبعد الانتهاء يا صغاري من الحل أرسل الحل عبر الواتس أب كم أنا فخورة بكم وبإنجازاتكم دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته